السلام عليكم شباب وبنات الصف الثالث في الابتدائي جريد 6 في الماس. ان شاء الله النهارده هنحل اكزام 5 لالكسندريه. تعالوا نبدا مع بعض. اول سؤال شو ذا كوريكت انسر، بيقول لي ذا فيرست تيرم ان ذا ريشيو 2 اوفر 5. الفيرست تيرم اللي هو النوميريتور، السكند تيرم اللي هو الدومينيتور، هو عايز الفيرست اللي هو ال 2. if the percentage of the number of girls in class which is mixed يعني بنات واولاد is 67%، يعني الجيرلز فقط 67. then the percentage of the number of boys يبقى عدد الاولاد قد ايه، يبقى 100 minus 67 تبقى 33 الباقي. the following data are quantitative except، يعني الداتا دي كلها فيها ارقام ما عدا ايه، الويت في رقم، الايدج في رقم، البيرث بليس هو اللي ما فيهوش رقم، يبقى هو ده half kilogram to 700 جرام. الهاف كيلو جرام اللي هي 500 جرام to 700، طبعا 20 من هنا يروحوا مع 20 من هنا تبقى 5 to 7. فين 5 to 7؟ هي دي. the two diagonals are perpendicular in، طبعا مش في الريكتانجل، في الرومبوس، الرومبوس والسكوير. الدياجونالز perpendicular في الرومبوس والسكوير. if a car covered 180 كيلومتر within 3 hours، خلال 3 ساعات، then the speed of the of this car، احنا عارفين السبيد طبعا 100 اللي هو عايز الريت من الاخر يعني، over 3 equal 18 divided by 3 equal 6 والزيرو ينزل تبقى 60 كيلومتر بير اور. number 7 the volume of a cubit whose dimensions are 12 7 and 8 سنتيمتر، ولا الفوليوم اوف كيوب اوف ايدج لينث 10 سنتيمتر. لازم نجيب الفوليوم هنا والفوليوم هنا. الفوليوم هنا سهل جدا 10 باي 10 باي 10 ايكوال 1000، اما الفوليوم هنا 12 باي 10 باي 8 ايكوال 960، طبعا يبقى سمولر ذان. نكمل كومبليت ذا فولوينج، اف 5 اوفر 8 ايكوال 15 اوفر اكس، زين اكس طبعا الاكس ممكن نجيبها بطريقه المؤسسه المشهوره 8 by 15 divided by 5، وعامل كده 8 by 15 divided by 5 equal 24، أو ال 5 بقت 15 يعني multiplied by 5 by 3 آسف، يبقى ال 8 multiplied برضه by 3 يبقى 8 by 3 equal 24. بيقول لي the sum of the measures of any two consecutive angles in a parallelogram، اي زاويتين ورا بعض في البارالوجرام بيبقوا كام ديجري؟ 180 ديجري. if a to b 1 to 3 وb to c 3 to 7، هو عايز a to 7. مشهوره المساله دي، تعالوا نطلعها مع بعض في ورقه خارجيه كده، ادي a to b to c 1 to 3 والb to c يبقى نكتب هنا 3 to 7. نشوف ايه اللي كومبليت عندي اللي هو ده، نحط هنا 3 ونحط هنا 3، بعد كده ملتبلاي 1 باي 3 3 3 باي 3 9 3 باي 7 21. وعايز A to C، A to C يبقى 3 to 21، بس خلي بالك عايزينها في السمبلست فورم، ف 3 ديفايدد باي 3 ايكوال 1 و 21 ديفايدد باي 3 ايكوال 7 تبقى 1 to 7. اللي بعديها بيقول لي if the drawing lens is 5 سنتيمتر then the real lens and the real lens is 5 متر. Then the drawing scale، عارفين drawing scale اللي هو drawing lens اللي هو 5 سنتيمتر over real lens اللي هو 5 متر، ولازم نحول المتر لسنتيمتر تبقى 500. ال 5 divided by 5 equal 1 وال 5 برضه divided by 5 equal 1 ونحط 2 0 يبقى is 1 to 100. يفضل تكتبها في الصيغه دي. بعد كده 12 hundredths عايزين نعملوها في صوره percentage. 12 hundredths يعني كم؟ 12 over 100. يبقى تكتب ال 12 فقط، طالما الدومينيتور بتاعك او السكند تيرم 100 يبقى تقدر تحط البرسنتج دي على طول. The volume of a cubit is نقط باي نقط، اوعى تكتب سايد لينس باي اتسيلف باي اتسيلف لان ده محتاجه ثلاث نقط. هتكتب البيز اريا باي هايت، او بتكتب رموز بس بيز اريا باي هايت عشان هو جايب لي نقط المكانين فقط. description of the pattern اعطيني square بعد كده rectangle
سيركل سكوير ريكتانجل سيركل خلاص السؤال ده سكوير ريكتانجل سيركل. The following table shows the marks of 40 students in one test. يعني درجات 40 طالب في امتحان واحد. Then the number of students who get less than 30. يعني الطلبة اللي حصلت على أقل من 30. اللي هم حصلوا على 10 و 20 لحد أقل من 30. اللي هم 10 plus 30 23 students. سؤال نمبر 3 بيقول لي شو ذا كوريكت انسر. كونتينر هاز 12 لترز اوف اويل. يعني عندنا حاويه كده فيها 12 لتر من الزيت. اف اتس وونتد تو بوت ان سمول بوتلز. عايزين نحطها في ازاز صغيره. ذا كاباسيتي اوف اتش زيم از 400 سنتيمتر كيوبيك. زين ذا نمبر اوف بوتلز. طب عشان تعرف النمبر اوف بوتلز هتقسم الفوليوم ده او الكاباسيتي دي على الكاباسيتي بتاعت البوتل الواحد. طب دي بالليتر ودي بالسنتيمتر كيوبيك. يبقى لازم لما تعمل ديفيجن تحولها لسنتيمتر كيوبيك فتضرب ملتبلايد باي 1000 over 100 400. يبقى 12000 over 400 equal 30 bottles. If the drawing scale is not 1 it expresses magnification. يعني بيعبر عن التكبير. التكبير يبقى greater than. لو minimization يبقى smaller than. لو congruency اللي هو التطابق يبقى equal. 1 over 8 2 1 over 2 دي half to quarter. عايز الريشيو ما بينهم. طبعا لازم اخليهم كلك نوميريتور. هما هنا في دومينيتور. انا ما بشتغلش على الريشيو دي. فانا حملت بلاي الريشيوز دي كلها با 8. ف 8 by 1 8 over 8 تبقى 1. 8 by half 4. عشان 8 divided by 2 4. 8 divided by 4 تبقى 2. تبقى الريشيو 1 to 4 to 2. اللي بالك عشان هم ملخبطينهم 1 to 4 to 2. ضربت الريشيوز كلها باي 8. يعني لو انت مش عارف ممكن تعمل كده 1 8 باي 8 1 بعد كده هاف باي 8 بعد كده كوارتر باي 8 2. The range of the number. الرينج ده الـ highest value minus lowest value. الـ highest value كام؟ 9. الـ lowest value 4. يبقى 9 minus 4 5. The ratio between the perimeter of a square. البريميتر بتاع السكوير اللي هم الفور سايدز دول. تو سايد لينس واحد يبقى 4 تو 1 بس ترجمه نفسها. The number of faces of a cube. عدد الاوجه بتاعت الكيوب اكبر ولا the number of faces of cubit. احنا عارفين ان الفيسز اوف كيوب 6 والكيوبيت 6 برضه يبقى ايكو. اللي مش عارف الفيسز ده الكيوب اهو. والكيوبيت بيبقى نفس الشكل بس يعني نفس الحاجه بس واخد شكل مختلف. بيبقى اكبر شويه كده. فعندي كام فيس؟ بص معايا في اربعه هنا اللي هم 1 2 3 4 وادي 5 وادي 6. يعني 1 2 وفي 4 هنا يبقوا 6. والكيوبيت نفس النظام. 2.1 متر كيوبيك ايكوال نقط لتر. احنا عارفين ان المتر كيوبيك ايكوال 1000 لتر. يبقى نضرب 2.1 multiplied by 1000 يبقى البوينت دي هتتحرك 3 places كده تبقى 2 1 وحط 2 0. نكمل مع بعض اهم سؤال اللي هو answer the following اللي هو في الشغل كله بقى. احمد bought a car for 60,000 and sold it with profit فايده 5%. find the selling price. طيب احنا هنا هنعمله buying price وبعدين هنا البروفيت وبعدين هنا السيلينج برايس. ده عارفين ان اي حاجه بتبدا ب 100%. شوفوا بقى حصل لها ايه بروفيت. يبقى هنعمل عمليه اديشن يبقى 105. الباينج كان 60,000. عايزين نعرف السيلينج برايس. يبقى السيلينج برايس ايكوال 60,000 باي 105 over 100. نجيب الكالكيليتور 60 لا نعمل 60,000 باي 105 over 100 equal 63,000 livres Egyptian. سؤال نمبر 2 بيقول لي a primary school has 540 pupils. مدرسة فيها 540 تلميذ. If the ratio between the number of boys
and girls equal 4 to 5. حلو كده. طب مجموع التلاميذ دول 540، يبقى هنعمل هنا السم. السم بتاع دول 540، لا ده دي الريشيوز، الريشيوز دي السم بتاعتها 9، ونحط هنا ال 540. لو عايز بقى نحسب، بيقول لي calculate the number of each boys and girls. لو عايز نحسب النمبر of girls، معلش مصغرين الخط كده عشان مفيش مكان، وهنا نعمل النمبر of boys، يبقى النمبر اوف جيرلز هنعمل، عايزين الجيرلز، يبقى 540 باي 5 اوفر 9. 540 باي 5 ديفايد باي 9 يبقى 300 جيرلز. نعتذر عن العشوائيه دي، ان احنا بنكتب بطريقه كده مش ظريفه بس عشان المكان. نمبر اوف بويز يبقى 540 باي 4 برضه ديفايد باي 9 يبقى 240 بويز. طبعا كما هو ملاحظ انه الجيرلز اكتر من البويز، لان حتى الريشيو بتاعتهم كده لو عملنا اديشن ل 300 اند 240 تطلع 540. شوف المساله قبل الاخيره، بيقول لي ان اوزيت فيجر اي بي سي دي از ا باراليلوجرام ميجر انجل دي اي سي ايكوال 35 ديجري اند ميجر انجل اي بي سي ايكوال 100. عايزين ميجر انجل دي، طب دي مباشرة ايكوال 100 ديجري، ليه؟ الاوبزيت انجل الباراليلوجرام ار اي ايكوال ان ميجر. ميجر انجل اي سي دي، دي كده 100، اي سي دي اللي هي دي، احنا عارفين ان اي ان السم اوف انتريال انجل اوف اني تريانجل 180، يبقى 180 ماينس اللي هم دول 100 بلس 35. نعمل كده 180 ماينس 100 35 تطلع 45 ديجري. نيجي للسؤال الاخير اللي هو سؤال معتمد خلاص في اي امتحان، اللي هو بيقول لي ايه ريبريزنت ذيس داتا باي فريكوانسي كيرف. الفريكوانسي كيرف اللي احنا بنرسمه المشهور ده، طبعا بيديني المركز درجات الطلاب اللي جابوا 10 تو 20 و 10 20 تو 30 وهكذا، وعدد الطلاب اللي هو نمبر اوف ستودنتس اللي جاب 10 20 عددهم هنا 10 20 35 15. طبعا المساله سيستماتيك فانا بقولها بسرعه، طبعا بحولها لفيرتيكال كده تيبل فيرتيكال، بحط 10 20 30 40 تمام، بجيب السنتر، السنتر ده لوست فاليو بلس الهايست فاليو ديفايدد باي 2، يعني 10 بلس 20 30، 30 ديفايدد باي 2 ايكوال 15، هنا 20 بلس 30 50، 50 ديفايدد باي 2 25. لاحظ ان هو كل مره بيقاد 10 يبقى 35 45. بعد كده number of students 10 20 35 50، خلاص ما عدتش محتاج الجزء ده، ما عدتش محتاجه، بروح على السنتر هنا، دول كانوا 10 20 30 40 50، بعد كده هنا 5 10 50 20 25 30 35 15 and 10 ادي 50 ونطلع عند 10 25 و 20 25 35 45 and 50. نيجي نوصل الكيرف بتاعي كده بكل انسيابية، يبقى احنا كده خلصنا. امتحان سهل في المتناول الصراحة، انتظرونا ان شاء الله هنكمل بقية الاكزامز دي. توفيق يا شباب، شكرا والسلام عليكم.